كلا. وما يستوي الأعمى والبصير أمثلة مضروبة لكون الكافر لا يستوي مع المؤمن، فكما أن الأعمى لا يستوي مع البصير فكذلك المؤمن الكافر لا يستوي مع المؤمن. إن الله قال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فالأعمى الكافر والبصير هو المؤمن. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، الذي يمشي في النور ليس كالذي يمشي في الظلام، الذي يمشي على بينة ليس كالذي يمشي لا يدري أين يمشي. فالذي يستضيء بالقرآن وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يستوي مع الذي يمشي كبهيمة عمياء لا يدري إلى أين يسير ولا يدري من يقوده. ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. الأحياء هنا أحياء القلوب، والأموات أموات القلوب. والأحياء أيضا الأحياء، الميت لا يتصرف في شيء والحي يتصرف كما لا يخفى. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. دلت الأدلة المتعددة على أن المؤمن لا يستوي مع الكافر. قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وما يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، فلا يستوي هذا مع ذاك أبدا، حتى لا يتسرب إليك يأس وتقول أحيانا كيف نعمل صالحا وغيري يعمل سوءا، وفي النهاية هو أحسن مني وأسرى مني. قد يتسرب هذا إلى شخص فيؤكد أنه لا يستوي الأعمى ولا البصير ولا الظلمات ولا النور. الآيات: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات.